لأن الجزائر لم تقبل هذه النادرة. حنوا على بعضكم البعض، احترموا بعضكم البعض، ما تقزموش معلميكم، ما تقزموش علماءكم، ما تقزموش قيادتكم. بديت نشوف كيما هكا، كفانا تنمر، كفانا تنمر. عاد انسان ما ينجمش يدير محتوى في شبكة التواصل الاجتماعي، مناه يخاف من النقد، هذا مرض حكمنا، والله غير مرض الشباب حكمنا. ونحثكم باش تخدموا محتوى، تخدموا محتوى دير، محتوى اللي يشرفك انت ويشرف بلادك. ما نبغيكش انا تروح للسوشيال ميديا ترقص، ما نبغيكش خاطش يهينوك. اليوم راه عندك 18 وغادي يكون عندك 42 وتكون في مركز، في مركز قيادي شنو يقولوا عليك؟ يقول لك كان يرقص ويرقص في صغره يهينوك. سي بور سا ما نش نبغوكم تقولوا ديك التصرفات. بغات الناس محمد خرجوا فرنسا، بغاتنا ما كان عندهم والو. فرنسا كانت قويه بصح بغاتنا ما خرجوها، خرجوها بالصبر واحترموا بعضهم البعض، وكانوا رايا وليد وحده وراي واحد، خرجوها. قاسيو قسما بالله لا قاسيو، عيب نقعدو بمستوى حنا هذا، مستوى يتكركر، مازال نهضرو البطاطا، عيب ينوضو الشهداء قسما بالله يعطونا طريحة، قسما بالله يعطونا طريحة. ماشي الجزيرة اللي نحوسو عليها، غير نحوسو على دولة قوية صح، قوية بمؤسساتها، باقتصادها، بسياستها الخارجية، بسياستها الداخلية، قوية بقوتها العسكرية، حوسو عليها صح، باه كي نهضرو يسمعونا، باه يسمعونا. ما كاينش اللي سامع بينا، وهذا الشيء يجي من المجتمع. القوة تاع البلاد تاع الدولة تجي من المجتمع، تجي من شبابها. يا كنا شباب مأطرين ومكونين وفاهمين صح. ما كاينش اللي يأثر علينا، ما كاين داخلي وخارجي المعتمد، ما كاينش. خاطش علاه؟ خاطرنا متكاتفين. تكاتفنا احنا في 90 كي كانوا يقتلوا فينا وقلعنا لهم جدهم. هاك تكاتفنا في 90. تكاتفنا في 90 وقلعنا لهم الجد تاع جدهم. والحمد لله بصح تكاتفنا. ما هناش بعضنا البعض يا اخواتي. اليوم راه الانتقاد بزاف، راه الكذب بزاف، الدعايه بزاف. وما فهمتش توا ما تحبش توا تستفد لك الطاقه السالبه. يفشلك. ما تخلي حتى الانسان يسلب لك الاراده تاعك، خاطرش ما كانش واحد يسلب الاراده تاعك. ان الجزائر لن تقبل هذه النادره.